اسمي أديب نصر من لبنان جبيل، و سافرت عبر الصدفة واخذت فيزا جيت على أمريكا، وهلا عندي مطاعم بأمريكا الحمد لله يعني، وكذا مصلحة بجانبهم. واليوم إن شاء الله بدنا ناكل no onions no garlic food. عندنا من جميعه يعني، عندنا مطاعم نحن هي يونانية ومفوتين فيها أكل لبناني فيه منه شوي، بس في كتير عالم تسأل ليش عندنا يوناني ما سميناه لبناني، لأنه اليوناني كتير معروف بأمريكا والعالم they pay attention to it، فبقى فضلنا نروح على اليوناني سهل للعين وللسان وللطعم وللأمريكان. الأكل اللي عندنا كله مطلوب، مثل الحمص نحن عندنا كتير طيب، الكالاماري عندنا نمبر 1، التشيكن شي رهيب عندنا، وعندنا الكبة اللي هي الكبة اللبنانية عندنا ونحن مطلوبة، في سبونيكوبيتا يلي هي باللبناني اللي هي سبانغ، نحن بنزيد عليها نتفة الفتة تشيز، كتير 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 طيبة. أكيد no onions no garlic أنا. وعندك ال أنت أساساً بتشتغل بالأكل أو فتت فيها أو سكر؟ لو أنا أساساً بشتغل بالأكل وعندي هواية أكل من لبنان. سوبر باشن عم حسها بيصاب بصوتك يعني. لكن رحتنا أنت على ذوقك، أنا ردي دوق مش مروق جوعان، حبيتك محل فريش، let's eat. أهلا وسهلا فيكم جميعاً، وأهلا وسهلا بلبنان بقلب أمريكا. أنا على فكرة حضرتك على التيفي وصار لي الشرف أن أتعرف عليك شخصياً هون، وإن شاء الله منكون على حسن ظنكم يعني. أهلا وسهلا فيكم وتفضلوا. لبناني ملسن غير شكل. القرار صعب، القرار صعب كتير لأن الصحون بيشحوا، بس القرار أصعب تعرف شو بدنا عبالكم نشرب بيروت أو عبالكم نشرب ألماز، وهيك بتذكروا أن صاحب محل لبناني وأن أنتم بلبنان. ألماز وبيروت وصلوا على فلوريدا، that's a great story. القرار صعب هون تبلش وين، إن كان بالفرايد كالاماري يلي واضحين طيبين ما بيعلكوا منهم شربين زيت، واضحة القصة من عنوانها واضحة، الفريش سالاد الجبنة عليها الكبة، هلأ موصلهم البطاطا يجي بيتحدى أنه هولي أطيب بطاطا فيكم تاكلون مش بس بتامبا بكل فلوريدا. هيتا نبلش هون، فليكي فريش سبانخ جبنة كرانش كرانش بقلاوة اميزن، بقلاوة اميزن، وفكرة الجبنة بقلبها محمودة اللي بتعطيها والسبانخ بقلبها ريكومندد وينر بيج وينر. منكفي على الكبة، كبة تتذكرنا نحن من وين؟ نحن من لبنان. كبة اوه كبة سنوبر ايوه واو سوبر اميزنج كبة unexpected. المحل بغش وهيك صغير مهضوم، بس اول ما عدنا بتوع ربيع رحب واضح، رحب واضح. منكفي 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 وين؟ منكفي ومدوق الرزيت، مطبخين صح وما بيقشوا، and that's it for now. بطاطا احساسها كأنها مسلوقة بس هي مقلية وفيها قرشة من برا coated fries، وفيكن اكيد تزيكي وكل الصوصات يلي هن فيهم توم وكتير طيبين لألكن. طب الو انا اسمي اندرو وانا من زحفة وخفر عبيدة بلبنان، وصارت هون يعني 10 سنين، اجيت بال2013
My family bought this restaurant about a year ago. It's been here as a Mediterranean restaurant for about 7 years. But now we're really starting to get going because people come here and they want to experience something new. And what we've done here is take this American food as well as Lebanese food and kind of combine them as well as separate them. So a lot of the cuisine here that we have is your burritos and such. But that's kind of like an intro. People come in, they see that, it brings them in. And they come, and when they come in, I introduce them to our culture, this beautiful Lebanese food. Labneh, hummus, za'atar, lahm ba'ajin. And they love it. They absolutely love it. A lot of it has been the service that really kind of has them coming back. They come in, they're guests, mish customers. They walk in, I say hi, welcome every single person, and come in, I show them the culture. I treat them as if we're in Lebanon the same way. They sit down, I ask them if they want coffee, and akid, we've had people come in, I see that they're sick, you know, I'll take care of them. Oh, sore throat, yalla, hamuru, hamuru asad, shihek yani. And that's what really separates us. It's not just a restaurant for you to come and eat at, it's a restaurant for you to come and experience Lebanese culture. It's been in Australia, but I don't feel like I was completely Australian. I know أنا هلا ساكن بلبنان لسنة this past year, and I felt the Lebanese culture, and I was myself was like, wow, I loved it. So when I come here and I come to work here, I wanted to bring that with me. I wanted to bring this Lebanese experience that I felt it myself because it felt like home, and I wanted to bring home here. بدك تتعرف على أندرو. شو هالأندرو؟ أسترالي أمريكاني 10 سنين أندان مش خلقان بلبنان وبيحكي عن لبنان وبيحكي عن ثقافة لبنان وبيحكي عن كلتشر لبنان. وهيدا المطعم يلي أنتو إذا عايشين هون بتعرفوا أنه كان لغير ناس وصار لهم سنة معهم. وين ما تفوت أول ما وصلت قريت ليبانيز لاتيه، ليبانيز كباب، ليبانيز بريكفست، لبناني 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 وين ما كان، بكل فخر لبناني وين ما كان. محل حلو خفيف نظيف، موسيقى على العالي، فيروز معلقتها هون عم بينبح صوتها جوا. واو شو هالفلوريدا، شو هالتامبا. اول وقفه كانت متعقد، تاني وقفه حاسس رح انبسط واضح، and then other بعتقد لبنانية taking over downtown قهوه تاني. في حدا هون؟ اوكي، اللي انا سمعته انه اللبنانية اخذ داونتاون تامبا كلها. ايوه يلا صار وقت الغدا. مش هديك شو كانت؟ هديك كانت ترويقة. هون بالأمريكا كنت كل الناس هون بحب القهوة مع حليب أو شيء هيك مع سكر. سو نحنا فكرت أوكي عنا كتير منيح لك شيء كتير طيبة القهوة لنانة. فكرت يعني we would mix them together, kind of combine everything. هون يعني إذا بدك نعمل القهوة بالركوة ونحط فيها يعني حليب والسكر يعني you have a choice of caramel, vanilla and lavender and والله they love it. قهوة لبنانية لاتيه مع حليب وشوية flavors and it's actually very good. بتحسوا بطعمة القهوة اللبنانية وبتحسوا بالبرغل تبع القهوة اللي جوا يلي يمكن مش معودين عليه هون، لأنه هون الدريب كوفي أو إسبريسو، فالبرغل تبع القهوة بيضل على جنب. نحنا لا، نحنا قهوتنا يمكن الوحيدين يلي القهوة بتصير جوا، فدبل دوز أوف إنرجي، حليب شوية سويتنس أند آلوف دي ميكس فانيلا أند لافندر مع بعض. هو ذاتس أ جود ون. ليبانيز آيس لاتيه وبس $5 عبي لي 10 العائلة. يا بلاش؟ بعد في شيء $5 بالبلد. بدك
قل لي شو بدنا ناكل اليوم. اوكي اليوم عندنا لحم بعجين. لحم بعجين. تشيز بولز بالعربي. بالعربي جبنه مدليه يعني. اوكي. ترويقه اللبناني. لبنه، حمص، شاورما لحمه، زعتر، بيض وافوكا. كثير حلوين الصحون. كثير. وكمان هيدا شيء يعني كومبينيشن اوف امريكي ولبناني. عندنا افوكا مع لبنه وعليها توست. افوكادو توست. سي. لبنه اند افوكادو. سي. عليها لحمه اللي هي الشاورما عندكم. ايه. بيضة افوكا. اها. It looks nice. سوبر appetizing. Woohoo! Man, delicious. Mm-hmm. Delicious. Love, I love it. Yeah, hello. Look, come in. I love it. لحم كتير 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 نوعيتها منيحة. طيب الخبزة في حر. Yeah. لذيذ. It's a good one. قلت لكم رحب. أيوة. رحب. يلا cheese balls. يلا cheese balls. Oh my God. Mm-hmm. مع زعتر كمان. Guys. اوف ذس از سو كول. ثاني نحن بكافيه على الطريق، فيري كاجوال، ما في فانسي ديكور، فيري سمبل، اند يت فود از اميزنج. بس من كافيه؟ من كافيه. لحمه؟ بدك عليها لحامر؟ بدي احط لها، لا رح نعملها اون كونفنشن. اي حطها على لبنه. مان برافو. سوبر ديليشس. الخبز، اللحمة، اللبنة. جود فود. ايه جود فود. ام امبرست. اكل لبناني يعني اكيد اكيد جود فود. لا اكل لبناني طيب. فيري جود كواليتي ميت. ادابتد تو ذا امريكان كلتشر. خبز اللبناني، اللحمة الطيبة، اللبنة، الحمص، الزعتر، الخبز اللي بتقرش. يا اندرو برافو. اند ذن تبولة فتوش. فريش. يب. زستي. مهم. دبس الرمان. كرانشي بريد. I am impressed. عن جد. No comparisons. بس أطيب من كتير كتير أكل أكل أكلته آخر 17 يوم. ميرسي. Good job. Thank you. أنتوني شاهد. أنتوني. أنتوني. ربيع بتشهد. مان طلع طلع اللايرز، مش ملبدين تلبيد على بعضهم، حتى تحت مش ملبدة تلبيد. طلع كيف بفكوا عن بعضهم، قديش مشغولين صح، قديش في نشا بيناتهم صح، قديش السكر اللي بقلبهم القطر سويتنس صح. مش عم بقدر وقف. You're not right. بكفي سكر. أكلت هيديكي قبل شوي على انستغرام. خلص عندك 3 محلات و meet and greet. نزلها. ما فرجيتهم كيف تقرش على يوتيوب يا أنطوني. وحده نال. انا مقصني ذا بيست بقليوه اي هاد اون ذس تريب. شكلها بيحكي عنها. ترى كيف عم تفك. مكوناتها روعه 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 روعه. اوورد وينينج بقليوه توب. اوكي خلص. Thank you. لا. يلا. Bye. Say bye to everyone. Next stop. Next stop. I'm telling you, next stop. Cut. Next stop. فعلا unbelievable. Unbelievable. وبدي روح بعد أبعد. بدي أقولكم أنه الفتوش طعمته طعم البيت. بدي أرجع أخبركم عن البقلاوة. واو. واو 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 واو. وسألنا شيف. شيف تعملهم هون. اللبن، حمص، الخبز، الافوكا وغيره. بدي ركز على شغله تانية. تفاصيل تبع هذا المطعم يلي فيه attention to details، فيه professionalism، professionalism بالفرنساوي. الحمام، نظافته، الصابونه، القماش، الكلينكس، الريحه تبع الحمام، التابلويات، مش معقول. كافيه على الطريق بنص داون تاون. unexpected من الاكل all the way للاستقبال all the way للقعده all the way للموسيقى
and everything in between, I was impressed. Next, wings, gluten-free, vegan pizza. Woohoo, مولعين الشباب هون. Tampa Pizza Company. Let's rock and roll. Started here was a Chicago pizza company, and he has the Lebanese entrepreneurial spirit, so naturally it was very successful. He did a bunch of other businesses and somehow came back to doing pizza because he just loves it so much, but not without putting a Lebanese spin to it. For example, the fig jam pizza, obviously Lebanese figs are a popular treat, and we put it instead of pizza sauce on one of our pizzas. It's by far our most popular item. People always come in here and say, what am I going to pick from this menu? Everything is crazy. but that's kind of what makes it, in my opinion, Lebanese, my dad's spirit. It's always very unique. People are always trying new things, and that's why they come here instead of any other pizza place in Tampa. Yes, so my dad, my Baba, he has five restaurants here in Tampa, and we employ a lot of Lebanese people. We absolutely love working with the Lebanese community. He does a lot of work in Lebanon itself. We have Tampa Pizza Company, Acropolis on Kennedy, Cafe and Kebab, Tampa Breakfast, and Monster Pizza. I promise to do this interview in Arabic next time. I've been taking lessons and I have a tutor and everything. أنا اسمي سام وايز، أنا من سوريا أول شيء، وهون صار لي فترة، يعني جيت لهون على أمريكا بال 95، وبلشت أول طبعا مطعم صغيرة شوي فاميلي ريستورانت، بعدين أول محل جريك ريستورانت بلشت هو أكروبوليس اسمه جريك تافيرنا. طبعا كنت تركت، يعني في كثير عالم سألوني انه ليش كريك، مثلا ليش كريك ريستورانت. انا كنت عايش بغريس، بحكي اللانجويج و اي نو ذا فود و ذا كلتشر. اتس مور اباوت تو نو كلتشر، اتس نوت جست اباوت مي هاو اي لايك ثينكس، يو نو تو كرييت ستاف. وهيك بلشت لاكروبس، و فيري سكسس ريستورانت اكروبس. وبعدين من سنه بلشت الكونسبت نانا اللي وراي، مور لايك فاست كاجوال، كتير سهل. يعني أنا هذا دريم كان لي إنه شيء يكون سهل. And make money and you don't work too hard. This is what you need to make money, not to work too hard. و I like it. يعني كتير سهل. In out وما في too much headache. والأكل بجنن. يعني الرسبي
very simple. I'm gonna walk you to my book recipe. I know you more like about food, and when you see my book recipe and the way how I build this concept, you're gonna love it. Very easy. إذا بتسألني يعني أسئلة كتير يمكن من الانترفيو تبعي رح يكون كتير different من كلياتهم. إذا بتسألني مش من هدول اللي أنا معلم شاورما وأنا no. لا معلم شاورما ولا the best. أنا عندي system وعندي شيء اللي بيشتغلوا عندي أمريكان وإسبانيولين، ما عندي عرب، ما في حدا. هلا أنا عم بشتغل على 19 restaurant، ما بدي أقول الاسم، هن big name. هلا عم يعني it's almost done. عندي line of a few and more. They are more Lebanese actually from Miami, from Michigan. Ton of people, they love the concept. That's my next. As soon as we sign, يعني راح تشوف إن شاء الله نانا بكل زاوية كيف يعني بتشوف تشبوتلي أو المحلات راح تشوف Middle Eastern like it's a lot better food. مش انه عندي اي مشكلة بالمكسيكان فود، لا، بس نحن اكلنا يعني anyone بيجي لهون على المحل بيقول لك هن بيقولوا لك يعني بيقول لك انه اكلكم انتم يعني غير اطيب بكتير ومور ريتش ومور هيلثي. طلبت عينا على مطبخ جوا وشفت امسيخ الشاورما لايف قدامكم، شاورما لحمه، شاورما دجاج، بيتعبوا على الرش اور وبنحطوا بقلب البرجر. عندنا كل المكونات اللي عندنا اياهم ببلادنا، كل المكونات محطوطين بقلب البول. فيكم تحطوا فيهم بدكم اياه، في ناس بتحطوهم حار، لحمه، ميت بولز، كفته، يوني، لحمه ما بتعرق، بهاراتها كتير لذيذه. طلبت قيمه على الحل لانه الباقي كله فيه توم. اتس فاست كاجوال، بذكرنا بنيويورك كونسبت، بيخلي الامريكان ياكلوا مثل ما هن معودين بالفليفرز تبع بلادنا. فرق لحمه طازه من السيخ، لحمه طازه من السيخ يا حي. هلا نص عرفت دوني بهارات روعه، بهارات عظيمه عظيمه عظيمه، بهارات كثير مهمه، قصه رفيعه وما عم تعلق. شو رأيكم نلف سندويشة شاورما على ذوقين؟ خلي الأمريكاني ياكل على ذوقه وأنا باكل على ذوقه، عنده لحمة فعلاً طيبة، الشاورما عنده ظبط، حبيت الخبزة، لونها علكتها شوي كي بيسخنها، وعمل لي جواتها طراطور بلا توم. اكتب عليك الساندويتش اكيد از حمص خبز شوي، سلطتين وشبت بسكوي، لحمة عظيمة فعلا. اتس ا جود ساندويتش. هالكونسبت ان شاء الله رح يصير عنده 19 فرع هلا قريبا، من هون رح يتل الدنيا وتمي كمان، ويخبر كل العالم عن ميدل ايستن فود على الطريقة الأمريكانية بمكونات من عنا. نهارنا اليوم بلش بكير 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 على الساعة 4 وعينا، أخذنا الطيارة، ركضنا على الطيارة على القد، كنا آخر 3 شنط تقعد على الطيارة قد ما علقنا بعجقة وشتت علينا وعواصف وردينا السيارة ورحنا ماشي. Anyway وصلنا على الطيارة وهلا صرنا بتامبا. تامبا على السريع من الأول للآخر أكلنا أكل طيب، تعرفت على الكوميونيتي جديدة، تعرفت على الناس جديد، وإذ ما بقدر أوصل لهون ما نرجع على الأكروبوليس. كل العالم بتحكي عنه، كل العالم بتخبر عنه، عامل ضجة كتير كبيرة، عملنا جاذرينج صغير على أساس، وإذ سولد أوت بأول 48 ساعة، في 200 شخص جايين من هلا لساعة تنلتقى فيهم. واو امبرست كمان مثل ما قلت زيت شي بديربورن، انه ديربون بتستاهل انه واحد يقعد فيها جمعتين، بعتقد تامبا واحد بيستاهل يقعد فيها اكثر بكثير من نهار واحد قبل ما نكفي على مدن ثانيه. ليتس جو اكروبوليس، الاكل، الناس، الباك جراوند، شو هو، مين هو، وكل التفاصيل، والسهره الطويله لاخر الليل. شو رايكم نبلش بجوله سريعه؟ هلا
هاي اسمي جو ابي سلوم من فرع بيدا لبنان. اهلا وسهلا فيكم بالاكروبوليس، محل يوناني مع تويست لبنانية. صاحب المحل جو خوري كمان من فرع بيدا، very well entrepreneur عايش بشيكاغو. جينا لهون من سنتين وعم نعمل شي حلو بتامبا، بكبر الكوميونيتي ونشتغل على اكل طيب، ضيافه حلوه ولقمه طيبه، واكيد كل شيء مع لبنانيز تويست، اغاني ودبكه وكله سوا. واللي بيعملوا جو هو يتعوز على طول بيتنبش على محلات بيكون عندهم شوية يعني مشاكل او صار لهم زمان بالبزنس وصاروا بمطرح وقف النمو تبعهم. سو نحن بنجي بنطلع هود البزنسز شو بيشتريهم، بنحط بلان وبنشوف كيف بنكبرهم وبنحسنهم. من 95 هو عنده محل بيتزا بشيكاغو، وسو عنده حب للاكل، واكيد نمط شغله بعدة مجالات غير الاكل في lot of services. بس من سنتين قرر يجي على تامبا ويرجع يفوت على زمان من بعد التسعينات، وقوتنا والشيء اللي بقدر فيها هي التيم اللي تبعنا، كيف بنربي تيم عالم، نشتغل كلنا مع بعض ونعمل كل شيء حلو سوا. انتوني اهلا وسهلا فيك باكروبوليس. هيدا المحل مثل ما كنت عم اقول لك، محل بيجمع كل الدول العربيه مع بعضها، على راسهم لبنان. عندنا كوميونتي هون حلوه، وعلى طول عم بينفشوا على مطرح ليطلعوا ويسهروا وياكلوا لقمه طيبه، من الكبه النيه للسمبوسك للكبه لكل شيء. سو هيدا المحل هون بيجمعهم تقريبا كل سبت. عندنا دي جي، عندنا الموسيقى، بنرقص الدبكه وبننبسط كلنا مع بعض. عالم بتجي لهون بتحب ارجل تقعد تاكل، بتنبسط، ترجع تتذكر الحياه تبع لبنان، بتفش في الاخر. عنا اوكتوبوس، سجاراكي، كفتة، شيش كباب، كل شيء يعني إذا بدك. هودا عملنا لك فيهم بلد. العشاء ببلش بكير من الساعة 4 للساعة 8. العالم اللي قاعدين هون بالحي عنا الريجلرز اللي بيجوا بحبوا الأكل بياكلوا على رواق مع عيالهم. بعد الساعة 8 على 8:30 9 بيجي دي جي بتجي الرقاصة وبتبلش السهرة، وبتضل السهرة للتاني الصبح. سو عندنا الابيتايزر سامبلر هون اللي هو الميكس بين جريك لبنانيز سامبلر، بنقول ذا ميديترينيان تور. عندنا الحمص، البابا غنوج، التزيكي والكيرا سلطة مع الفتا تشيز، اوكي، تورلو ايج بلانت اللي هو مثل مسقعه عندنا بلبنان، سو الباذنجان مع البيبرز مع البصل والرب، اهي تونا تاور اللي هو مانجو وفريش تونا اون توب مع بيبرز، قلوش الزعتر كلنا بنعرفها بدها بس موجوسة، و اوكتوبوس جريلد اوكتوبوس هيدا بيجي من سبين، سبانيش جريلد اوكتوبوس very famous، عالم بتحبه مع زيت زيتون من اليونان وحامض. عندنا الاكروبوليس سي فود، one of our most popular plates اللي هو باستا مع سكالوبس شريمب ومسلز مع اكروبوليس سي فود صوص اللي هي ريد بيبر بيست، واللين لولي بوب Lamb chops over Greek potatoes. شو هالمحل؟ الفايد فايد، ظاهر ظاهر، عجقة ناس مثل كأنه هن هون مختار المنطقة، بعتقد هيك. جريك لبناني لوفان ميدل ايست، شو هالعجقة؟ في جوا بالمطبخ 6-7 شفية، الويترز 8-9 وبيبلشوا بكير وبيخلصوا لآخر الصبح، متخيل هون الطريق الجو العجقة الصوت، بعتقد بيسكروا الطريق آخر الليل. رح نبلش بالمنقوشة اللبنانية أو رح نروح دغري على اليونان؟ وين بدنا نبلش؟
تارتاري جوسي لمني وما بيعرف اقعد هون من كفي دغري على اللحمه لام شوبس طراية مثل الزبده نايس فليفرز الفليفرز طيبين الحموضه طيبه الجوسز طيبين هيك تنكفي هون باستا اند سي فود تعال سكادب وفينا نكفي على الباقي محل سهر مظبوط بس اكله طيب هيك نرجع لهون حمص ورق عنب and everything in between well done مطبوخة مظبوط رقيقة كتير good stuff خبز لبناني on the menu definitely حمصات recommend as good as it should be ساجاناكي جريك تشيز بريدد تشيز بتتولع بالبراندي عصرة حامض بالاخر بتفوت على الفرن وبتحرق لسان واو This is amazing تخيلوا جبنة دايبة بس جبنة دايبة عصرة حامض بالاخر زيدت لها رونق كتير حلو والبراندي هيك توما تحرق لسانكم Oh I love this ما بدها حتى خبزة I really love this. تامبا شو هالتامبا رح اقول لكم مثل ما هي انا جاي على تامبا قضي النهار نص النهار تقريبا انه اوكي شو رح يكون في بتامبا نوت اكسبكتينج يكون في هاي الجو الحلو نوت اكسبكتينج يكون في شباب هالقد لبنانيه هالقد ومعروفه تامبا انه كتير في ناس عم تنزل من النورث داون ساوث على تامبا لانه الطقس حلو لانه خفيفه لذيذه عم بيقولوا كتير سمعت فاميلي ديستنيشن اكثر واكثر What a day! تامبا أكيد رح أرجع أكيد رح أرجع تلتقى فيكم أكتر وأكتر اليوم أكتر 200 شخص إجوا تصورنا مع الكل برامنا على الكل طلعوا الجو طلعوا الموسيقى وسمعوا الأجواء تبكي والعاني all over تامبا unfortunately رح تكون فلتنا اليوم بكرة الصبح ماشيين على أورلاندو على ميامي يلي فيه عطينهم وقت شوي أكتر هذه المرة Don't take it personal بعتذر عن جد unexpected جاي as a discovery trip ومن وراها رح نرجع نعيدها أكتر وأكتر وأكتر ما شفتها ما عملت سياحة ما رحت على معمل السيجار أو الأدوية تبع السيجار ما رحنا على الأرمي بيس رجعت لقيت بأصحاب المدرسة حكمة نجاحات كتير كبيرة أشخاص جابوا لي حلو عربي وغيرهم وغيرهم anyway حبيت الأكل تفاجأت بالأكل طيب بالطعمات الحلوة الشبيبة يلي ناس صاروا كتير زمان أصلاً ناس إجوا عن جديد من لبنان تنفع I'll be back thank you so much for the welcoming for the love مرسي لاستقبالكم إلي لمحبتكم إلي وبرمتنا بتكفي رح نفوت ننام شوي بكير ورح نترككم على السكيتة لأنه عندي editing تتقدروا تحضروا حلقة بكرة وما نقف عليكم ولا ليل Good night and see you tomorrow